في حدث مميز استضافت جمعية السكري مجموعة من الأطفال الذين يواجهون تحدي داء السكري بشجاعة وعزيمة، حيث أقامت الجمعية فعالية خاصة تهدف إلى تعزيز قدرات هؤلاء الأطفال في إدارة مرضهم بكفاءة وثقة. طبعاً تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الله تنظم جمعية السكر البحريني هذه الأنشطة والفعاليات للأطفال المصابين بالسكري. عدة أنشطة وبرامج تقدمها مثل النشاط الصيفي، مخيم شروق، تكريم المتفوقين، عدة برامج للأطفال. الهدف من هالبرامج دي كلها اللي هي التعارف للأطفال على بعضهم بعض، تعايش مع السكري، وكيفية قضاء وقت ممتع ومفيد في نفس الوقت. تضمنت الفعالية ورش عمل متنوعة تناولت أساليب التغذية الصحية وطرق ضبط مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الرياضية والأنشطة الإبداعية. دورنا طبعاً إحنا في الصيف دائماً نسوي ملتقى لأطفال مرضى السكر، إحنا نسميهم أبطال مرضى السكر، وهذا البرنامج يحتوي على برنامج ترفيهي تربوي تعليمي بحضور أولياء أمورهم، على أساس أولياء الأمور يتعاونون معنا في عملية كيفية التعايش مع أطفال السكر، وخاصة لما يكونون في البيت. إحنا لما يكونون معنا إحنا في أمان، ليش؟ لأن إحنا نعطيهم التعليمات ونعطيهم البرامج اللي شلون يطبقونها يكون يتعايشون. فأطفالنا ما شاء الله عليهم الأبطال هذيلا دائما متعاونين معانا، ودائما إحنا كجمعية تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة نقوم بعملية الفعاليات هذه سواء في على طوال العام وخاصة في الصيف نبدأ نسوي لهم كذا ملتقى. طبعا اليوم كانت مشاركتي في تقديم فقرة حاولنا من خلالها نعزز من مبدأ أو نعزز من أهمية التغذية، وخاصة حساب الكربوهيدرات لدى الأطفال السكريين اللي يعانون من سكر النوع الأول، عن طريق تحفيزهم لتعلم الطريقة بأسلوب مبسط من خلال المسابقات، من خلال التصور البصري حق كميات الكربوهيدرات. وقد ساهمت هذه الأنشطة في تعزيز التفاعل الاجتماعي للأطفال ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم المختلفة. ارتسمت البهجة على وجوه الأطفال المشاركين في الفعالية مما أضفأ جواً من الفرح، وأكد منظم الفعالية على أهمية استمرار هذه الأنشطة لدعم صحة الأطفال وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية والاجتماعية. اختتمت فعاليات مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي أقيم في مركز البحرين العالمي للمعارض في نسخته الأولى، مستقطباً قرابة 97 ألف زائر من داخل وخارج مملكة البحرين. جهود مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص أثمرت في نجاح المهرجان الترفيهي الصيفي الاستثنائي بالشكل الذي أسهم في تنشيط الحركة السياحية على مستوى المملكة بهدف جعل مملكة البحرين وجهة سياحية مفضلة على مستوى المنطقة. وقد لاقى مهرجان صيف البحرين للألعاب استحسان الزوار، خاصة مواطني ومقيمي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.